لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلقاؤنا اليوم يعني ليس كأي لقاء، أو يعني السورة التي بين أيدينا اليوم ليست كأي سورة، إنها سورة تعدل ثلث القرآن الكريم، سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، سورة الصمد، سورة التوحيد. هذه السورة الكريمة كما تعودنا أن نتكلم في ست عناصر: المقدمات والتفسير والدروس والاستفسارات وأين نحن من الآيات وأكثر آية تأثرت بها في السورة الكريمة. فبداية المقدمة، سورة قل هو الله أحد هي السورة 12 بعد 100 بترتيب المصحف، سبقتها سورة المسد وتلتها سورة الفلق، وهي السورة 22 بترتيب النزول على القول الراجح من أقوال أهل العلم، سبقتها سورة الناس وتلتها سورة والنجم. وسورة جمهور العلماء على أنها مكية، يعني أنزلت قبل الهجرة، وهذا واضح من ترتيب نزولها، يعني رقم 22 والسورة المكية أكثر من 80 سورة، فبالتالي معروف أن السورة المكية أنزلت متوالية، سواء كانت سورا كاملة أو نجوما، حتى يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتعتبر هي أيضا من أوائل ما نزل، من أوائل ما نزل. والبعض ذهب إلى أنها مدنية، والعجيب أن القولين مرويان عن ابن عباس، يعني ابن عباس عنه روايتين، رواية أنها مكية ورواية أنها مدنية. طيب، ما الداعي إلى هذا الخلاف؟ إيه منشأ الخلاف ده؟ سببه إيه؟ سبب هذا الخلاف هو ما ورد في سبب نزول السورة الكريمة. فقال الجمهور إن سبب نزولها أن قريشا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك من نحاس هو أم من حديد، فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قريش إذن في مكة، يبقى كده دليل أن السورة إيه؟ مكية، والحديث صحيح. طيب، الذين قالوا إنها مدنية قالوا إن اليهود هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قال يا محمد، الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا، فجاءه جبريل وهدأه وقال: يا محمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك ذراعه وساقه. فغضب غضبا أكثر من الأول، وساورهم غضبا لله عز وجل. فجاءه جبريل وهدأه وقال: وما قدر الله حق قدره. الرواية دي غير صحيحة، يعني الرواية بتاعت سبب النزول إن اليهود هم اللي سألوا غير صحيحة، هذا شيء. الشيء الآخر، من الممكن أن يسأل اليهود ذلك وذلك في المرحلة المكية، يعني لو سلمنا جدلا أن الرواية صحيحة، فوارد أن اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة عن أشياء يعجزون بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زي إيه؟
زي الأسئلة الثلاثة، يسألونك عن الروح، يسألونك عن ذي القرنين وعن أهل الكهف، قال أجيبكم غدا ويتأخر الوحي أسبوعين، وهكذا قصة المعروفة يعني. فالكلام ده كان سؤال من اليهود، وكان هذا في مكة. كذلك لما جاء كعب بن الأشرف إلى مكة وسأله المشركون يعني أينا على الحق، أمحمد أم نحن، فقال بل أنتم على الحق، وسجد لأصنامه. فنزل في ذلك قول الله عز وجل: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لذلك حتى السورة دي سورة النساء الكبرى وهي مدنية، واختلفوا في هذه الآيات هل هذه الآيات مكية أو مدنية، لهذا السبب. المقصود إن بناء على يعني اختلاف في سبب النزول، كان الاختلاف في مكية السورة وإيه ومدنيتها. وبما أن السبب الأول صحيح، إذن فهو الذي يترجح لدينا أن السورة مكية وليست مدنية. طيب، هل المشركون لا يعرفون الله، وهل اليهود لا يعرفون الله حتى يسألون هذا السؤال الغبي؟ ها، لا، إنه سؤال مماحلة، سؤال مماحلة، يعني سؤال إغضاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، واستهزاء به صلى الله عليه وسلم، يعني زي احنا بنقول عندنا كده ترياجة، بيتريقوا على على النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب الله عز وجل بهذه السورة الكريمة، سورة قل هو الله أحد، تتناسب مع ما قبلها وما بعدها، فهي استمرار لإكرام الله عز وجل وإفضاله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فكما سبق من تكريم الله لنبي صلى الله عليه وسلم من خلال سورة الفيل وقريش والمعون والكوثر والكافرون والنصر، ودفاع الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سورة المسد، جاءت هذه السورة لتواصل التأكيد على حب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى. فأشرفه الله وكرمه بهذه السورة الكريمة قل هو الله أحد. كذلك كانت السورتان التاليتان امتدادا لتكريم النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفلق وسورة الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. كذلك هذه السور الثلاث، الإخلاص والفلق والناس، هي المعوذات، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها ويفضلها على غيرها. وبالتالي حتى لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملكان ورقياه ورقياه بها صلى الله عليه وسلم. تمام. هذه السورة لها فضائل عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. وفعلا حشدوا، وجاء الصحابة، حديث صحيح مسلم، وجاء الصحابة رضوان الله عليهم فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، ثم دخل فقالوا إنه خبر من السماء، لعله خبر من السماء، يعني هو ده اللي خلاه سبنا ودخل وحيجي يكمل يعني. ثم خرج إليهم فقال ألم أخبركم أني سأقرأ عليكم ثلث القرآن؟ قالوا بلى. قال فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. طيب، تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها ثلاث مرات مثلا يكون قد كأنه قرأ القرآن كله، لكن هل هذا يغني عن قراءة القرآن؟ أو هل هذا يقوم مقام قراءة القرآن؟ ها ولا لا؟ طبعا لو قلنا لإنسان يصلي
وقلنا له اقرأ في الركعة قل هو الله أحد 3 مرات كأنك قرأت القرآن كله. وفي جملة القرآن بل أفضل سورة في القرآن سورة إيه؟ الفاتحة. ها؟ هو لما يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات يبقى قرأ القرآن كله بما فيه سورة الفاتحة، هل تصح صلاته؟ ها؟ لا تصح صلاته. ليه؟ لأنها لا تقوم مقام القرآن. زي مثلا إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كتب الله له حجة وعمرة تامة تامة تامة، فهل معنى ذلك أن هذا يسقط عنه فريضة الحج والعمرة؟ لا. إذن هي تعدل ثلث القرآن في الأجر، تعدل ثلث القرآن في الأجر. البعض أجاب وقال هذا بالنسبة لمن لم يحفظ إلا هذه السورة، نقول ليس هناك دليل على التخصيص، بل هذا عام لكل من يحفظها فقط أو يحفظها ويحفظ إيه؟ غيرها، حتى لو ختم القرآن كله وقرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن كله، وبالتالي لو قرأها مرة واحدة كأنه قرأ ثلث القرآن. طيب، ما وجهة كونها تعدل ثلث القرآن؟ أن القرآن الكريم كل ما فيه يرجع إلى 3 مواضيع لا رابع له، التوحيد والتشريع والمواعظ، التوحيد والتشريع والمواعظ. فالتوحيد 1 من 3، التشريع 1 من 3، المواعظ 1 من 3، سورة قل هو الله أحد تمثل التوحيد، عشان كده تعدل إيه؟ ثلث القرآن الكريم. تمام. كما أن سورة الكافرون تعدل إيه؟ ربع القرآن الكريم، وذلك لاشتمالها على التوحيد أيضا. يعني قالوا القرآن توحيد وشرائع ومواعظ وقصص، فبالتالي 4 أشياء، يبقى سورة الكافرون بتمثل التوحيد العملي، فبالتالي هي ربع القرآن. طيب، سورة قل هو الله أحد تمثل التوحيد العلمي الاعتقادي، يعني هي توحيد المعرفة والإثبات اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والإيه والصفات. سورة الكافرون تمثل التوحيد العملي اللي هو توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية، توحيد الإرادة. تمام. يعني قل هو الله أحد بتوصف ربنا، توصفه إنه أحد وإنه صمد، إنه لم يلد وإنه لم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خدت بالك؟ طيب، سورة الكافرون بتتكلم عن العبادة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم. الله مركزة جدا على مسألة إيه؟ العبادة لله، إخلاص العبادة لله والبراءة من المشركين. ولذلك سورة الكافرون تسمى سورة الإخلاص الكبرى، وسورة قل هو الله تسمى سورة إيه؟ الإخلاص. فعش نقول الصورة طبعا، خدت بال حضرتك؟ الإخلاص الكبرى بالنظر لعدد آياتها وكثرة كلماتها وحروفها. وسورة قل هو الله أحد تسمى الإخلاص، ولذلك هما تشتركان في إيه؟ في هذا الاسم. كذلك تسميان المقشقشتين، كما مر ذلك في سورة الكافرون، تسميان المقشقشتين. كما يقشقش الجرب من على جلد البعير إذا برئ، يعني البعير لما يبقى عنده جرب وبعدين يعالج وكده بالقطران، فبالتالي يقشقش من على جلده القشر من أثر هذا الجرب، فبالتالي سورة الكافرون وسورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، تقشقشان الشرك من القلب وتطهراني وتنظفاني كما يقشقش هذا الإيه الجرب من على جلد الإيه البعير. تمام. طيب، سورة قل هو الله أحد طبعا بالنظر لفاتحتها، وكذلك نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، ها
قل هو الله أحد تعدل إيه سورة ثلث القرآن كما سمعنا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن. طبعا كده مش بألفظها، ممكن دي تبقى اسمها أو وصفها، يعني ممكن يبقى اسم للسورة النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، أو النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر وصف السورة الكريمة إنها تتكلم عن الله الواحد الصمد سبحانه وتعالى، لكن ليست إيه من ألفاظ السورة الكريمة. تمام. كذلك تسمى سورة الصمد. لماذا؟ لأن اسم الله الصمد لم يذكر في القرآن كله إلا في هذه الإيه السورة الكريمة. طيب، قضية أسماء السور، أسماء السور، أسماء السور غالبا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه غالبا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما دونت في المصحف، يعني الأسماء المدونة في المصحف دي تعتبر كده متواترة، لأن سواء نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينطق بها فبالتالي أثبتت على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأجمع على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أي أسماء بعد كده للصور ها دي بقى إيه؟ إما ما منها توقيفي وإما ما منها اجتهادي، والتوقيفي منه ما هو صح ومنه ما لم يصح، خدت بالك؟ والاجتهادي بيبقى بالتأمل من بعض أهل العلم، يتأملون في السورة الكريمة ويطلقون عليها اسما. يعني سورة قل هو الله أحد ذكروا لها أكثر من 20 اسما، يعني ذكروا لها أكثر من 20 اسما، فمن أشهرها سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، سورة التوحيد، سورة الصمد، سورة الله الواحد الصمد، دي تعتبر أشهر إيه أشهر أسماء هذه السورة الكريمة. تمام. البعض يسمونها التوحيد، يسمونها الأساس، يسمونها الولاء، يسمونها البراء المقشقشة إلى آخر. فكثرة الأسامي تدل على شرف إيه؟ على شرف المسمى، وهي السورة الكريمة. من فضائل هذه السورة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد في يوم بنى الله 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. قال عمر إذن يا رسول الله نكثر، قال الله أكثر وأطيب. حديث طبعا اختلف في صحته، ولكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمجموع إيه بمجموع طرقي، فبرضك إيه الأمر ده مهم جدا. يبقى من قرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. قال عمر يا رسول الله إذن نكثر، قال الله أكثر وأطيب. كذلك من فضائل هذه السورة الكريمة أنها تقرأ عدة مرات في اليوم الواحد، ربما يفاجأ البعض حينما يعرف الرقم، ولذلك سنتعاون في جمعها معا. يعني إيه هذه أول شيء أنها تقرأ 10 مرات في اليوم ها عشان الأجر ده. كذلك تقرأ سورة قل هو الله أحد في سنة الفجر ها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب على قراءتها أو يغلب عليه صلى الله عليه وسلم قراءتها في الركعة الثانية في سورة في سنة الفجر كده 11. وكذلك يسن القراءة بها في سنة المغرب البعدية. يبقى إذن يفتتح النهار بالتوحيد ويفتتح الليل بالتوحيد، هذه كده 12 مرة. كمان في الركعة الأخيرة من الوتر ها تقرأ سورة قل هو الله أحد كده 13 مرة. طيب عند النوم تقرأ قل هو الله أحد هذه كده 14. عندما ينام الإنسان يرقي نفسه بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يقرأها 3 مرات، بعد كل مرة ينفث في كفيه ويمسح بهما وجهه وما إيه وما طالت يداه من إيه من جسد. يبقى كده كم؟ 17 مش كده؟ كذلك تقرأ دبر كل صلاة 5 صلوات في اليوم، أدي 5 مرات يبقى كده 22 مرة. تمام. كذلك تقرأ 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء،
يبقى كده 6 مرات، ادي 28 مرة. خدت بال حضرتك؟ كذلك تقرأ في سنة الطواف الركعة الثانية من سنة الطواف، ادي 29 مرة. خدت بال حضرتك؟ كذلك عند رقية الغير، لو انت هترقي احدا او كده هتقرأها، خدت بالك، مرة او 3 مرات او اكثر. يعني اذا يحتاج الانسان الى ان يقرأ هذه السورة الكريمة في يومه اكثر من 30 مرة. ليه؟ دليل على ان التوحيد. يبقى دايما الانسان يذكر نفسه ويذكر غيره بالايه؟ بالتوحيد باستمرار، يذكر نفسه ويذكر غيره بالتوحيد. فصورة مثل هذه يعني كده يعتبر بتقرأ أكثر من يعني من أكثر الصور التي تقرأ في اليوم الواحد، صورة قل هو الله واحد. ولذلك نكثر من قراءتها يا جماعة. يعني لما عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نكثر يا رسول الله، يعني بدل ما نقرأ 10 مرات لا هنقرأها 20، هنقرأها 100، هنقرأها 1000 عشان نزود إيه؟ نزود الأجر القصور في الجنة. ففرصة يعني عمل يسير عليه أجر كبير. وأنا في الحقيقة عند التأمل في هذا الأجر العظيم يعني أدركت يعني قدرا كبيرا من رحمة الله عز وجل ولطفه. كيف ذلك؟ الناس المساكين، أبائنا وأجدادنا وجيراننا، والناس اللي هي ما تعلمتش ما حفظتش ما يعرفوش يقرأوا ويكتبوا، يقول لك أنا مش حافظ حاجة غير قل هو الله أحد. يا سلام. طب اللي زي ده يا جماعة هيروح فين؟ يعني اللي زي ده مثلا هيروح فين؟ في مره كان واحد رجل اللي احنا بنقول عليهم عوام، يعني لا اله الا الله، بيسال شيخ كبير، بيقول له يا شيخ انا بصلي قيام الليل 2 ساعة بس في اليوم، ومش حافظ الا قصر الصور، بقراها وخلصها ورجع اجيبها تاني. راح معيط، اعمل ايه شيخ؟ خدت بالك؟ الشيخ بكى نفسه هو كمان، يعني قال لك اذا كان شوف ده يعني حافظ قصار الصور بس امكانياته كده، ومع ذلك بيصلي 2 ساعة قيام ليل، وزعلان ان هو ايه بيخلص اللي حافظه ويجيبه تاني. خدت بالك؟ فطبعا يعني ربنا كريم يا جماعه، ربنا كريم مهما يعني تخيلت من الكرم، فالله اكرم واكرم واكرم، اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. تمام. رجل من الصحابة رضي الله عنهم سمع جارا له يقرأ بقل هو الله أحد، يبدو أنه سمع صوته وصلي قيام الليل بالليل، فيعني عمال يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ قل هو الله أحد ويركع، وبعدين الركعة الثانية قل هو الله أحد ويركع، وكل ركعة خد الليلة بحالها بقل هو الله أحد. فكأنه تقال لها يعني أنت تحفظ القرآن وحفظ أكثر من كده كتير، ما فيش الا قل هو الله احد اللي انت عمال تقرا بيها بس. فيعني سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال انها تعدل ثلث القران، دي روايه ثانيه، تعدل ثلث القران. تمام. كذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سريه، اميرا على سريه، فكان يصلي اماما بقومه بمن معه اقصد في السريه، فبالتالي كلما قرأ الفاتحة وقرأ بعدها سورة، بعد أن ينتهي من قراءة السورة أو ما تيسر من القرآن قبل أن يركع يقرأ قل هو الله واحد في كل ركعة. فقالوا له يعني أنت يعني تفعل هذا لماذا يعني وكده، لما رجعوا سأل يعني شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه ما الذي حمله على ذلك؟ ها؟ فقالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله إني أحبها، إن فيها صفة الرحمن، إن فيها صفة الرحمن. قال أخبروه بأن الله يحبه، أخبروه بأن الله يحبه. شايفين يا جماعة؟ شايفين يعني هو بيقرأ قل هو الله أحد عشان فيها صفة ربنا سبحانه وتعالى. اللي نستطرد بس حتة صغيرة ونرجع تاني، عشان الجماعة المداخلة عاملين بحث كبير خالص بيذكروا فيه إن كلمة صفة مرادفة لكلمة الكذب، وما ينفعش تقول الأسماء والصفات عشان الصفات يعني الكذب. فطبعا بيجيبوا آيات في القرآن الكريم فيها كلمة الصفة أو الصفات مقرونة بالكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، فعاوزين يقولوا تصف يعني تكذب، خدت بالك؟ فطبعا هيعملوا إيه في الحديث ده؟ هوت أحبها فإن فيها صفة الإيه؟ الرحمن،
صفة الرحمن واضحة أنها صفة، كلمة صفة. هيبقى الكذب هتبقى صفة هنا بمعنى الكذب مثلا؟ طبعا ما ينفعش. وطبعا أنا صعب علي اللي عمل البحث ده، لأنه قاعد يدور في القرآن ودور في السنة ويحاول يستدل بكل ما يستطيع، ولكن جت حديث زي ده يبطل له كل ما قال. وبعدين فضل هو يعني أحدث قولا لم يقل به أحد من السلف، يعني هل أحد من السلف ذكر ذلك كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أو ابن القيم أو حتى الإمام أحمد قبل ذلك ولا غيرهم؟ فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك رجل آخر كان يصلي إماما بمسجد قباء، فكان يقرأ بالناس، يقرأ سورة قل هو الله أحد بعد الفاتحة، ثم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن سواء قصة سورة قصيرة أو غيرها، وكان يواظب على ذلك في كل ركعة. يعني قالوا له يعني أنت اختار لك شيء، يعني يا تقرأ بها هي وخلاص، يا أما إذا قرأت بغيرها ما تقرأش بها. فقال إيه هذا الذي إيه أفعل، وإلا فيا أمكم غيري، يعني مش عاجبكم صلاتي بالطريقة دي أنا مش هصلي لك كده، حد غيري يخش يصلي. فطبعا كرهوا أن يأمهم غيره، وده برضك من الإنصاف، يعني قالوا ما فيش أحسن منه، ده أقرأنا وأعلمنا ويصلي بينا، طب نعمله إيه؟ فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما حملك على أن تفعل ما تفعل؟ لماذا لم تطع أصحابك؟ ها؟ فقال يا رسول الله إني أحبه، إني أحبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. طيب هنا يا جماعة في بعض الايه التساؤلات كده، هذا الرجل لما فعل ما فعل هل كان معاه مستند شرعي؟ عشان ده تشريع صح؟ يعني كونه مثلا يفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ دي، ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أصحابه ينصحوه، اللي نصحوه دول يا جماعة محقون أم غير محقين؟ محقون، لأن هم تربوا على إن إيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه فهو رد، فهو بالتالي أحدث شيئا لم يفعله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصر عليه، تمام؟ فلذلك أنكروا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب عليهم إنكارهم عليه، بل قال له لماذا لم تطع أصحابه، يعني أنت ما تسمعش كلامهم ليه؟ فقال رسول الله إني أحبه، خدت بالك؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال حبك إياها أدخلك الجنة. طيب هنا صارت قراءتها سنة تقريرية بل وقولية أيضا، سنة تقريرية للنبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش عليه، خدت بالك؟ لما جاوب قال رسول الله إنه يحبها ما انكرش عليه، بل وقال حبك إياها أدخلك الجنة، يعني إيه كأنه يعني شجعه على إيه على ما يصنع. طيب هل يصلح هذا في هذا الزمان إن واحد يختار حاجة كده ويحبها ويصمم عليها ويعملها، ولا لا يصلح؟ طبعا يا جماعة زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان زمان إيه تشريع، أحسنتم، الإجابة دي صراحة إجابة موفقة جزاكم الله خير، كان زمان تشريع، فبالتالي أي شيء يعني يفعله أحد من الدين لم يقله أو لم يقره الرسول صلى الله عليه وسلم سيطلعه الله عز وجل عليه، أي حاجة يا إما هتبقى قدامه وهيقر أو يمنع، ها، يا إما هتبقى ليست أمامه وبالتالي سيخبره بها الإيه الوحي وبالتالي سيقر أو إيه أو يمنع. يعني هم لما راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل اللي مواظب على قراءة سورة قل هو الله أحد في كل ركعة، ده كان في أحد احتمالين، إما أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإما أن إيه أن يمنع، زي ما حاجات كتيرة سألوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره صلى الله عليه وسلم، ها، فبالتالي كان وارد إن ده كمان ما إيه ما يقرهاش، لو ما قرهاش النبي صلى الله عليه وسلم كان هتبقى بدعة وضلال. طيب كون النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، هل الذي شرعها هذا الرجل ولا تشريعها هو من نابع من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وقوله؟ واضح؟ يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه لما إيه لما كان اللي يجي يصلي كان يعمل إيه؟ كان يشوف إيه
يبص لزمايله اذا كان الصلاه شغاله الجماعه شغاله يبص لزمايله فيشاوروا له احنا في الركعه الثانيه او في الركعه الثالثه، فيقوم ايه فيقوم يجيب الصلاه من اولها مع نفسه ويسرع بحيث انه يحصلهم يدركهم، يعني مثلا هم في الركعه الثالثه يجيب الركعه الاولى والركعه الثانيه بسرعه كده لغايه لما يحصلهم، حصلهم في الثالثه حصلهم في الرابعه، المهم في الاخر هيسلم ايه معاه. فمعاذ بن جبل دخل رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني بعد ما فاتت الركعه الاولى، ها فقال يعني وافق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يفعل ثم اتم بعد ايه بعد السلام، فضل ركعه وركعتين اتمها بعد الايه بعد السلام، ها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيساله يعني ايه ما فعلك على ما صنعت، قال يا رسول الله لا اجدك على حال الا وافقتك ايه علي، يعني سيبك انت بتصلي واقعد انا اصلي مع نفسي حاجه ثانيه، انا هصلي زي كل يفضل لك ايه اكمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سن لكم ايه معاذ ايه سنه فاتبعوها، اقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل معاذ وصار هو ده السنه، واصبح اللي يعمل اللي قبل كده تبقى صلاته باطله. المقصود ان ده كان ممكن مقبول في زمان التشريع، انما بعد ما انتهى زمان التشريع بموت النبي صلى الله عليه وسلم واكتمال الدين خلاص ما عادش حد ينفع انه ايه انه يجتهد في هذه المساله تاني خالص، ما عادش ينفع حد يخترع حاجات ويستحسنها وايه ويعملها. ولذلك الامام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الاعتصام بالسنه يعني ايه فصل في هذه المساله تفصيلا مهما ينبغي الرجوع اليه، يعني عشان مساله البدع بالذات الجماعه الصوفيه والبدع اللي بيعملوها بيستدلوا بمثل هذه الايه بمثل هذه الايه الاشياء. كذلك من فضائل هذه السوره الكريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرا بقل هو الله احد فقال هو من اهل الجنه. ياه ده ما شاء الله مكسب كبير جدا، هو من اهل الجنه. يعني معنى كده ان اي حد يقرا قل هو الله احد يكون من اهل الجنه؟ ده مش شرط. فكيف اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل من اهل الجنه؟ لعل الله عز وجل اطلعه على ان هذا الرجل يقرأها باستحضار لصفات الرب سبحانه وتعالى والإخلاص لله عز وجل وحضور القلب وهذه الأشياء، فأخبره أن هذا الرجل من أهل الجنة بسبب حال قلبه وتلاوته لهذه السورة الكريمة، تمام. لكن لا نحجر واسعا، يعني لو إنسان اجتهد فعلا وحب يتأمل في السورة ويستحضر وكده هو ليس بعيدا أن يكون أيضا هو من أهل هو من أهل الجنة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول اللهم إني أشهد بأنه لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما سأل هذا؟ لقد سأل الله إيه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به إيه أجاب وإذا دعي به أجاب. فسورة قل هو الله أحد يا جماعة لها فضائل كثيرة جدا، لها فضائل كثيرة جدا جدا مما يدل على يعني فضلها وأهميتها. ولذلك من فضل الله عز وجل إنها سورة قصيرة، اللي مش حافظ حاجة خالص يقول لك أنا يا عم ما حش حافظ إلا قل هو الله أحد، ما عندي معيش غير والله يا أخي خير من الدنيا ما فيه. سبحان الله، يعني ربنا كريم وربنا رحيم وربنا لطيف وربنا حليم سبحانه وتعالى، انه 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 ادى يعني فرصه للانسان اللي هو عاجز عن انه يعني يقرا القران كاملا او يكون من اهل العلم، او اداله برضه ما حرمهوش، يعني اداله اجر واجر عظيم كمان مش اجر شويه يعني. تمام، دي بالنسبه للمقدمات حول السوره الكريمه. تعملوا استراحة كده وتفضل. هنا سؤال، هل مثلا لو قرأ الإنسان آية أو آيات أخرى غير قل هو الله أحد بعد قراءة السورة أو قبلها هل هذا يجزئ؟ طبعا احنا ذكرنا أن ده كان في زمن التشريع وكان معرض انه يقر او يرفض، فبالتالي اقره النبي صلى الله عليه وسلم فصار تشريعا باقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبكلامه. اما الان فلا يصلح ان يعني يبتدع انسان شيئا من ذلك. ناخذ ايضا من هذا الحديث
جواز قراءتها قبل السورة أو بعدها. يعني الروايتين، رواية الرجل اللي خرج في سرية كان بيعمل إيه؟ كان بيقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ويختم قراءته قبل الركوع بسورة قل هو الله أحد. طيب الآخر الذي كان يصلي إماما في مسجد قباء كان يفعل ماذا؟ كان يقرأ الفاتحة ويقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ بعدها إيه؟ سورة أو ما تيسر من القرآن. أقر النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، فمن فعل أيا منهما جاز له إيه؟ ذلك. كذلك نستفيد منها حكما شرعيا آخر، وهو جواز قراءة أكثر من سورة في إيه؟ في الركعة الواحدة. جواز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة، لأن اللي قرأ قل هو الله أحد مع السورة عمل إيه كده؟ قرأ سورتين، قرأ سورتين، فبالتالي يجوز قراءة أكثر من سورة في الركعة الإيه؟ في الركعة الواحدة. كذلك نأخذ منها حكما أيضا آخر، وهو جواز التنكيس في الصور. جواز التنكيس في الصور في الركعة الواحدة، يعني ممكن الواحد مثلا يقرأ صورة متأخرة بترتيب المصحف ويأتي بعدها بصورة متقدمة في ترتيب المصحف، لأن هذا الذي يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة اللي هو إمام مسجد قباء ده بيقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة وبعد كده صورة، هل لا يقرأ بعدها إلا صورة الفلق أو صورة الناس؟ ولا وارد أنه يقرأ صور أخرى أو ما تيسر من القرآن من صور كبرى؟ وارد. فبالتالي معنى ذلك أنه كان ينكس في الصور في الركعة الواحدة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعة بسورة البقرة والنساء وآل عمران، فقرأ النساء قبل آل إيه؟ قبل آل عمران. فالتنكيس في الإيه؟ في الصور، حتى ولو في الركعة الواحدة لا إشكال فيه، وإن كان يعني الإنسان لا يواظب على ذلك خاصة بعد ترتيب المصحف. أما التنكيس في داخل الصورة الواحدة فهذا لا يجوز. يعني إيه؟ يعني أن يقرأ مثلا في الإيه؟ في الركعة، في الركعة الأولى مثلا بآيات من آخر الصورة أو من منتصفها، ويقرأ في الركعة الثانية بآيات من أول الصورة أو من نصفها. يعني بحيث أن الآيات التي قرأها في الركعة الثانية تكون سابقة في ترتيب الصورة على الآيات التي قرأها في الركعة الأولى، هذا لا يجوز. هذا تنكيس، هذا هو التنكيس المنهي عنه. تمام. سورة قل هو الله أحد آياتها أربع آيات عند الجمهور، أما عند المكي والشامي فهي خمس آيات. الخلاف في الوقف على قوله لم يلد، فمن وقف على قوله لم يلد عدها خمس آيات اللي هو المكي والشامي، والجمهور لا يصلونها لم يلد ولم يولد. كلماتها 15 كلمة وحروفها 48 حرفا، 48 حرفا. ده كده التفسير المقدمات. يعني وإن كان في حاجات تانية في المقدمات لكن يعني تركناها اختصارا. يعني التفسير النقطة الثانية أو العنصر الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، سبق الكلام عن البسملة. قل هو الله أحد، قل، كلمة قل بدأت بها خمس سور في القرآن الكريم. سورة الجن قل هو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، سورة الناس قل أعوذ برب الناس. طيب مشكلة قل، مشكلة قل، يعني معروف أن أي إنسان تقول له إيه؟ قل لفلان كذا. لو أنا بعت حضرتك مثلا أقول لك قل لسين كذا، هتروح أنت تقول له إيه؟ كذا. هتقول له كذا كذا، خدت بالك؟ مش هتقول له كلمة إيه؟ قل، خدت بالك؟ فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل كذا، فلماذا لم يقل كذا؟ يعني قل هو الله أحد، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الله أحد، لماذا قال كلمة قل؟ يا جماعة هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل كلام ربه بنصه، وهذا دليل على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو جاز له أن يغير وأن يجتهد لاجتهد في إلغاء كلمة إيه؟ قل. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل
البداء دليل على أنه ملتزم بالنص الذي أمره الله عز وجل به. زد على ذلك أن كلمة قل هي من القرآن، فلو أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أسقط شيئا من القرآن، والله عز وجل قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. زد على ذلك أيضا أن كلمة قل تنتقل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك قل كذا، الصحابة بالتالي يقول للتابعي قل كذا، التابعي يقول لتابع التابعي قل كذا، وهكذا كل إنسان يتكلم ويقرأ هذه السورة أو غيرها أو أي آية فيها كلمة قل كأنه يأمر أمرا جديدا لمن يسمعها أن يقول كذا، وبالتالي من يسمعها ينقل هذا الأمر وهكذا. فهذا من الإعجاز، من إعجاز القرآن الكريم، أنه يعني كلام الله عز وجل وكلماته وحروفه تنقل بإيه؟ بلفظها، تنقل بلفظها، تمام كده؟ طيب قل هو الله أحد، هو الله أحد. طبعا واضح كده أن السورة كده إجابة على سؤال، والسؤال سبق نحن ذكرناه في سبب النزول، وإيه قولهم انسب لنا ربك، فبالتالي بينسبوا ازاي؟ قل هو الله، الإجابة قل هو الله أحد. طيب هو الله أحد، هو البعض يقول هي مبتدأ، وبالتالي الله مبتدأ ثاني وأحد خبر للمبتدأ الثاني، والجملة اللي هي الله أحد من الخبر من المبتدأ والخبر الثاني في محل رفع ايه؟ خبر للمبتدأ الأول اللي هو كلمة هو ثاني. مستر صاحي معانا؟ صح، مبتدأ أيوة الله. تاني أيوة. والجملة التانية هو مبتدأ والله مبتدأ ثاني وأحد خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر الثاني اللي هي الله أحد في موضع رفع خبر للمبتدأ الأول اللي هو كلمة إيه؟ هو. تمام، وكأن بيعتبرهم إن كلمة الله ده كده ايه؟ ده كده اعراب. الاعراب الثاني انه هو مبتدا واحد خبر، وكلمه الله كانها تقوم مقام الايه؟ ضمير الشأن. يعني ايه؟ الله هو احد، يعني في غير القران يعني، وكان حتى الحافظ ابن جرير يقول عليها ايه؟ كلمه الله عماد، عماد يعني كانها مقام كلمه هو اللي هي بيعبروا عنها بضمير الشأن، ده إعراب. طيب في إعراب ثالث، هو ده إيه؟ ده مبتدأ، والله بدل اشتمال زي ما قال الأستاذ عصام، بدل اشتمال ماشي، وأحد تبقى الخبر. واضح كده؟ طيب على كل، قل هو الله أحد، الله أحد، ها كلمة أحد، ها ليه لم يقل في غير القرآن قل هو الله واحد؟ لأن كلمة أحد غير كلمة واحد، كلمة أحد تأتي في النفي دليل على عدم وجود أي شيء، إنما كلمة واحد لا تدل على ذلك. يعني إيه؟ يعني مثلا هل ذهبت إلى الدار؟ نعم ذهبت إلى الدار. هل وجدت فيها أحدا؟ يقول ما وجدت فيها أحدا، ده معناها تفهم منه إيه؟ فيش حد، خلاص. لكن لو قلت ما وجدت فيها واحدا بل وجدت اثنين وثلاثة وأربعة، مش كده؟ يبقى أنت نفيت من وجود الإيه؟ واحد، لكن لم تنفي ولم تثبت أنه يوجد أكثر من واحد أو لا يوجد أحد، إنما لا يوجد أحد، خلاص اتأكدت إن فيش حد خالص، لا واحد ولا اتنين ولا عشرة ولا حد خالص، ما فيش حد فارغة. كذلك كلمة أحد تدل على الاستقلالية الكاملة، الاستقلالية الكاملة إزاي؟ يعني مفسرة بآخر آية في السورة اللي هي ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له كفيل مكافئ، ليس له مثيل،
ليس له ند، هو أحد. لو له حد ند له يبقى مش أحد، خدت بالك؟ مش كده؟ لو كان فيهما إيه؟ آلهة إلا الله إيه؟ لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما إيه؟ عما يصفون. تمام؟ طيب قل هو الله أحد. الأحد اسم من أسماء الله عز وجل، الأحد. حتى كان في وزير اسمه عبد الأحد، لا عبد الأحد جمال الدين. أيوة. يعني إيه الأحد؟ اسم من أسماء الله لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد دي جملة استئنافية. الله الصمد يبقى الله مبتدأ والصمد إيه؟ خبر. ولم يلد خبر تاني، ولم يولد خبر تالت، ولم يكن له كفوا أحد خبر إيه؟ رابع. ده وجه. تمام كده؟ طيب الله الصمد مبتدأ وخبر، وجملة لم يلد حال. الله الصمد حالة كونه لم يلد ولم يولد إلى آخره. تمام كده؟ طيب الله الصمد عبر بالاسم المظهر الله، يعني كان ينبغي في غير القرآن أن يقال مثلا قل هو الله أحد هو الصمد، أو قل هو الله أحد الصمد، لكن عبر بالظاهر المظهر اللي هو الله اسم الجلالة مكان المضمر، دليلا على إيه؟ على التعظيم، على التعظيم والاهتمام، دليلا على التعظيم والاهتمام. طيب الصمد ده اسم من أسماء الله عز وجل، وهذا الاسم لم يذكر في القرآن إلا إيه؟ إلا في هذه الصورة فقط، عشان كده من ضمن أسمائها سورة إيه؟ الصمد. تمام؟ طيب الصمد له معاني متعددة، أشهرها هذه المعاني اللي أول معنى السيد الكامل في سؤدده، يعني إيه؟ الذي لا أكمل منه سبحانه وتعالى. حمكم الله. السيد الكامل في إيه؟ في سؤدده. طيب من معانيها أيضا الباقي. الصمد يعني إيه؟ يعني الباقي، الكل يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب الصمد الذي لا جوف له، الذي إيه؟ لا جوف له. لا جوف له يعني لا يحتاج للطعام ولا للشراب، اللي له جوف حتة فاضية جواه محتاج يملاها بالأكل والشرب، خدت بالك؟ وطبعا بالتالي ركبت فيه الشهوة والحاجات دي، فالله ليس كذلك. لا جوف له يبقى لا يطعم ولا يشرب ولا كده، عشان انت لو قرأت في الأثار الواردة في معنى الصمد اللي يقول لك لا جوف له، والبعض يقول لك لا يطعم ولا يشرب، الاثنين واحد. الاثنين واحد. تمام؟ ولذلك إبليس لعنه الله لما خلق الله آدم عليه السلام، وكان إيه؟ يعني تمثالا من الفخار، فطاف به إبليس ولا يعرف ما هذا يعني، فيعني ضرب عليه بيده فسمع له طنينا فعلم أنه أجوف، فقال إنه أجوف إذن هو مخلوق لا يتماسك، لا يتمالك، ما دام فاضي من جوه يبقى مش هيتماسك، ها يبقى هيحتاج للطعام والشراب وهيبقى فيه شهوه. فاستسهل الامر جدا ابليس وقال والله لئن سلطت علي لايه؟ لاعصينك، ولئن سلطت عليك لاهلكنك. ايه اللي دفعه لكده؟ انه وجده اجوف. وجده اجوف، فبالتالي طمع. الشيطان ليه ضعيف؟ انا ضعيف فطمع، طمع فيه. واي حد كده خدت بال حضرتك؟ ما هو فعلا تحقق كلام ابليس للاسف الشديد يعني، بس مش شرط على ادم لوحده يعني، هو اخرج ادم من الجنه لحكمه، لكن سلط على بني ادم يعني، فقال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. الصمد الذي يصمد اليه خلقه في الحاجات. الكل يحتاج الى الله، الكل يحتاج الى الله سبحانه وتعالى. إنسان يحتاج لربه، هو الذي خلقه، هو الذي وهبه الحياة، وهبه الصحة،
وهبه النعم، يدفع عنه المكروه. فالكل يحتاج يدعو الله، يا رب أعطني، يا رب امنع عني المكروه. الطير في الجو يحتاج إلى الله أن يرزقه، أن يطعمه، أن يسقيه، أن يطيره، أن يعني يقوم على شؤونه. تمام. الحيوانات، الحشرات، هات لكل، هات لأي شيء لا يحتاج إلى الله لا تجد، الله خالق كل شيء. فالكل يصمد إليه في الحاجات، يعني في حاجاته، كل يحتاج إلى الله ويصمد إليه ويدعوه ويطلب منه سبحانه وتعالى. دي كلها تعتبر أشهر معاني كلمة إيه؟ الصمد، ولا تعارض إيه؟ بينها. يعني هو السيد الكامل في سؤدده، هل ده تعارض في أنه يصمد إليه الخلق؟ بل بالعكس، الاثنين بي يعني إيه؟ في تلازم. وكسب السؤدد ده منين؟ من كون الخلاق كلهم إيه؟ يحتاجون إليه سبحانه وتعالى. لا جوف له، بالتالي لا يحتاج للطعام والشراب سبحانه وتعالى، مش كده؟ طيب، البعض قال جملة لم يلد ولم يولد تفسير لكلمة الصمد، واخد بالك؟ يبقى جملة ولم يكن له كفوا أحد تفسير للجملة الأولى قل هو الله أحد، وجملة لم يلد ولم يولد تفسير لكلمة إيه؟ الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، التلت إيه جمل دول تفسير لكلمة إيه؟ لكلمة الصمد. تمام. الله الصمد. لم يلد، شاف البلاغة القرآنية، لم إيه؟ لم يلد، رد بها على مين؟ على اليهود والنصارى والمشركين. المشركون قالوا الملائكة إيه؟ بنات الله. يبقى عملوا مصيبتين، جعلوا الملائكة بنات، والمصيبة الثانية إيه؟ جعلوهن بنات الله. ها؟ وجعلوا له من عباده جزءا. ها؟ إن نسأل لك فرم بن أم اتخذ مما يخلقه إيه؟ بنات وأصفاكم بالبنين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. ها؟ ستكتب شهادتهم وإيه؟ ويسألون. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا إيه؟ عظيم. خدت بالك؟ طيب، فهم كده قالوا الملائكة بنات الله، وبالتالي الملائكة إيه؟ يعني وصفهم بأنهم بنات، وإن هم بنات الله كمان. فقال لم يلد، تكذبي، الله لم يلد. طيب اليهود، وقالت اليهود إيه؟ عزير ابن الله، الله ليس له أبناء، لم يلد، عندوش أولاد. تمام. النصارى قالوا عيسى ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، كذبين بر. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. طيب، وعيسى ابن الله، طيب وأمه مريم تبقى إيه؟ عشان يبقى له ابن لابد إيه؟ ربنا قال أن يكون له ولد وإيه؟ ولم تكن له صاحبة، الزوجة، الزوجة اللي بتولد، فهو ملوش زوجة، هيولد منين؟ هيخلف منين؟ طيب، وبعدين مريم هتبقى أم الإله، ها؟ طيب، وخالتها اللي تزوجت زكريا هتبقى خالة الإله، ها؟ الحاجات دي أنا مش بنقولها تهكما، لا، دي إشكاليات حصلت عند النصارى فعلا. النصارى أصلا اختلفوا، طب نعملوا إيه في خالتها ولا أختها اللي تزوجت زكريا؟ هتبقى خالة الإله؟ طب وأخوها يبقى عم الإله، واخد بالك؟ وامها تبقى جدة الإله، ده كلام فاضي بقى خالص بقى. فبالتالي اختلفوا بقى، حصل بقى اختلاف، ومن هنا جت الطوائف المختلفة عند النصارى بسبب ايه؟ هذا الفساد المعتقدي. فربنا قال لم يلد، لم يلد، رد عليهم. وذلك يا جماعة هذا شتم لله سبحانه وتعالى، انه ربنا عز وجل يوصف بأنه يلد وانه له ولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، شيئا إيه؟ عظيما فظيعا، من عظمتي وفظاعتي وجرمي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر كل ده. يا جماعة
السماء هتتفطر والأرض هتتشقق والجبال هتتهد. عشان إيه؟ أندعوا للرحمن ولدا. شايف يا أخي الكائنات توحد الله سبحانه وتعالى وتكره أهل الكفر. الكائنات بتمثل أعظم صورة في الولاء والبراء، ها؟ ولاءها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وبراءها من الكافرين. تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدة أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. مش ممكن يبقى له ولد. إن كل من في السماوات، يعني ما إن يعني ما، ما كل من في السماوات والأرض إلا إيه؟ إلا آت الرحمن عبد. يا كل حتى عيسى، حتى عيسى لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ فرض. تمام. طيب في سورة البقرة ربنا عز وجل يقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تمام. وقالوا اتخذ الرحمن ولد، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. ولذلك يا جماعة الأفضل الوقف على كلمة ولد كلما مررت بها في القرآن الكريم. ليه يا جماعة؟ لأن كلمة سبحانه فيها ضمير، الضمير المفترض بيعود لإيه؟ لأقرب مذكور. فلما يقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه يعني سبحان الولد، ده مصيب، خدت بالك؟ لكن لما يقول وقالوا اتخذ الله ولدا يوقف، وبعدين يقول سبحانه له ما في السماوات وإيه وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى خلاص إيه مفهوم كده إن إيه إن التسبيح والتنزيل لله عز وجل. تمام كده. في سورة مريم عليها السلام عيسى رفض الكلام ده، رفض صلى الله عليه وسلم، قال إني إيه عبد الله. عاوزين إيه تاني يا جماعة؟ طيب عاوزين إيه تاني؟ آتاني الكتاب الإنجيل وجعلني نبيا، ها؟ مش 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 إله، نبي. وجعلني مباركا أينما كنت، أي مكان يكون فيه عيسى عليه السلام تحل فيه البركة. وأوصاني بالصلاة، بيصلي، والزكاة ما دمت حيا. طب هو حي الآن، حيأدي الزكاة في الجنة إزاي؟ هو كان حي في الجنة بس، طب هو كان حي قبل دخول الجنة، قبل أن يرفع، وسيعود إلى الدنيا أيضا ويحكم بالإسلام، وبالتالي سيؤدي الزكاة، خدت بالك؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. على المدار بقى من أيام ما ولد لغيت ما يدخل الجنة. ولم يجعلني جبارا إيه شقيا، يعني من الشقي اللي هو إيه من ولد من إيه من حرام يعني. والسلام علي يوم ولدت، وشوف ولدت بيكرر تاني اهو، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ربنا يقول إيه؟ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله، أنا مش عارف اللي نسب الولد لله دول ما خافوش أن تنزل صحيقة عليهم من السماء تحرقهم، ها؟ إزاي تجرأوا على ذلك يا جماعة؟ أمر صعب جدا والله. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ربنا عز وجل قال في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن رد قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. من حيحوش عنه؟ ده لو ابن ربنا يعني حيهلكه إزاي؟ حيحوش مين؟ حاجة صعبة جدا. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض. مش لحد تاني، مش للمسيح ولا غير المسيح، ها؟ طيب في آخر السورة ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، اللي بيرد إنه بدل المسيح نفسه. وقال المسيح يا بني إسرائيل إيه ربي أنا الأول، ربي أنا الأول وربكم. إيه؟ ما قالش عبدوا الله ربكم ولا عبدوا الله ربنا ولا عبدوا الله ربكم وربي، لا، ربي أنا الأول، أنا عبد يا جماعة زيكم، ها؟ أنا عبد، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
تمام. طيب ويجي يقول لك المسيح هو روح الله. ربنا عز وجل قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. يعني رسول الله ده عرفناه، طب إيه كلمته؟ إنه خلق كلمة كن، وكلنا كده. ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني وروح منه، ما عيسى روح الله، تم آدم برضك روح الله، هو روح، روح الله شيء من ربنا، من 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 الله عز وجل، ولا شيء خلقه الله؟ من الأرواح التي خلقها الله. وربنا عز وجل قال في سورة السجدة إيه؟ ذلك تقدير العزيز الرحيم الذي إيه؟ أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين اللي هو آدم، ثم سواه آدم ونفخ فيه إيه؟ الروح. أدي آدم هو؟ أنا بستعجل إزاي يعبدوا عيسى ويسيبوا آدم؟ دي أنا بستغرب لها جدا صراحة، إزاي يعبدوا عيسى ويسيبوا آدم؟ هو من أولى يا جماعة كده؟ آدم، لأن خلقه أغرب وأعجز. إذا كان عيسى يعبد لأنه خلق من غير أب، ها؟ فآدم أولى بالعبادة، ها؟ لأنه خلق من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله إيه؟ كمثل آدم. فلماذا عبدتم عيسى ولم تعبدوا إيه؟ آدم. خدت بالك؟ فيعني ما هم كانوا بيعبدوا مريم فعلا. يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أو كان يعبدوا حواء صحيح بدل مريم، ها؟ والله مريم دي خلقت من أم وأب، ها؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت اللام غيب. أمال ماذا قلت لهم يا عيسى؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. إيه النص الكلام؟ أن يعبدوا الله إيه؟ برضو نفس الكلام، ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء إيه؟ شهيد. تمام. فلم يلد، كلمتين اتنين، كلمتين وبس، لم يلد، خلصوا الموضوع كله، ردوا على ثلاث طوائف، على المشركين وعلى اليهود وعلى النصارى. فاللي بيدعي الله الولد بيشتم ربنا، وبعدين يجينا نقول له كل سنة وانت طيب. بقى اللي بيشتم ربنا راجل طيب، ومن اللي بوحد ربنا يبقى خبيث. انا بستعجب جدا يعني، والهليله اللي بتحصل كل سنه والاحتفالات، ويجي يقول لك تهنئه النصارى على عيادته ومش عارف ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده حاجه صعبه جدا يعني، حاجه صعبه جدا يعني. ازاي تهنئه على سب الله عز وجل؟ يعني لو ان انسانا تشاجر معك وسب اباك، شتم ابوك، خدت بالك؟ هتيجي انت في السنه في معادها في كل سنه تعمل احتفال بمناسبة إنه شتم أبوك، أنت مش تقبل كده أبدا. طب ده شتم ربنا سبحانه وتعالى. فلم يلد ولم يولد. الله، هي الإشكالية في إيه دلوقتي يا جماعة؟ هو حد ادعى أن الله ولد؟ حد ادعى لله أبا أو أما؟ خالص محدش. طب ليه لم يولد؟ مش كانت الإجابة تكفي لم يلد؟ كافي كافر؟ لا كافية، لكن الله أجاب بالزيادة، حتى يعني إيه؟ إذا سكت الله عز وجل عن كونه لم يولد، ربما توهم متوهم أن الله له أب أو أم، فبالتالي نفى أيضا هذا الإيه؟ التوهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن نتوضأ من ماء البحر، ليس معنى إلى القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال هو إيه؟ بس كفاية، كفاية الإجابة كده خلص، لكن إيه؟ الحل ميتته، إجابة زيادة، عشان ما تجيش تسألني تاني عن السمك والإيه وحلال ولا مش حرام ولا حرام، فدي إجابة زائدة. طيب حاجة تانية يا جماعة، لماذا قدم الولادة على الوالدية؟ يعني إيه؟ يعني الطبيعي إن الإنسان بيولد الأول وبعد كده إيه بيلد، فكان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه لم يولد ولم يلد، خدت بالك؟ فلماذا قال لم يلد ولم يولد؟ بدأ بالأهم، الشبهة اللي موجودة الرد عليها الأول، يبدأ بالرد عليها هي الأول، واضح يا جماعة؟ تمام. لم يلد
ولم يولد. مع ان يا جماعه خلي بالك يعني كون بمقياس البشر يعني كون الانسان مولود ده خلاص ما بيشترك فيها الجميع، لكن كونه لم يلد ده صفه نقص في الانسان. صح؟ ولك الانسان ده ما عندوش اولاد مش كده؟ بيعتبروها الناس كده، الناس بتعتبر ما حدش يعرف الخير فين، طبعا ربنا حكيم، لكن الناس بتعتبر ان صفه نقص في الايه؟ طب لم يلد، ربنا لم يلد مش صفه نقص؟ لا، لان خد بالك عاوز اقول لك على حاجه، ها ليس كل كمال للانسان يكون كمالا لله ولا عكس، يعني ممكن في صفه تبقى كمال لله ونقص في الانسان، وممكن صفه تبقى كمال للانسان ونقص اذا وصف بها الله عز وجل. زي مساله مثلا الكبر والتواضع، الكبر بالنسبه للانسان صفه ايه؟ زمزم نقص، زم يبقى نقص، لكن بالنسبه لله عز وجل صفه كمال. طب التواضع بالنسبه لله نقص، ها وبالنسبه للعبد صفه كمال، خدت بالك؟ ولذلك نصف الله عز وجل بكل كمال ايه يليق بجلاله. لازم القيد ده هو يا جماعه، لان المقاييس بتختلف، ما ينفعش نقص الغائب على الشاهد، ما ينفعش نقص الرب على العبد. طيب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني ايه ولم يكن له كفوا احد؟ يعني لم يكن له كفء يعني نظير او مثيل او مشابه او عدل. الكفء اللي هو العدل يا جماعه بكسر العين، العدل ايه؟ العدل ناحيه حمل الجمل او حمل الحمار. حضرتك لما تيجي مثلا لمؤاخذه يعني جايب حمار وعاوز ايه تحمل عليه، هتحط في ايه؟ تحمل مثلا تراب او تحمل سباخ او تحمل اي شيء، بتعمل ايه؟ لمؤاخذه بتجيب خرج، الخرج ده له زنطين صح؟ ناحيتين مش كده؟ طيب انت بتعمل ايه عشان تحمل فيه؟ هل بتملى ناحيه يساوي الناحيه ولا وتسيب الثانيه، ولا بتبدا تساوم الاثنين؟ يساوي الناحيتين كل واحده منهم عدل للاخرى، اليمين عدل للشمال والشمال عدل لليمين، يعني مكافئه ومماثله ومساويه. فلم يكن ولم يكن له كفوا احد، ملوش عدل، ملوش حد على جباله ينافسه، واخد بالك؟ ملوش حد مقابل له ينافسه سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا احد، تمام؟ زي ما بقول اللي بحرفوا الصفات، الرحمن العرش استوى، قلنا استولى، استولى ازاي؟ استولى دي معناها ان كان فيه منافس له وحصل عركه بينهم جامده خالص، وفي الاخر هو اللي انتصر واستولى على العرش. هل هذا حدث مع الله؟ ها وبعدين هم تشبهوا باليهود، ربنا قال اليهود قولوا ايه؟ حطه، فزادوا حرفا وقالوا ايه؟ حنطه، حبه في شعره. ها فهم ربنا قال استوى، هم زودوا حرف وقالوا استولى. طب يا جماعه جبتها. وبعدين دي اول حاجه انهم تشبهوا باليهود، ثاني حاجه يستدلون بقول انسان جمع بين مصيبتين، بين كونه كافرا واخطل. الشاعر النصراني الاخطل لما قال ايه؟ قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم ايه؟ مهراق. خدت بالك؟ فقالوا استوى بشر على العراق، يعني كان بيتعارك وانتصر واستولى عليها، يعني استوى يعني استولى يعني. لا يعني احنا نسيب القران ونسيب السنه ونستدل بكلام كافر واخطل حتى مجنون مش عاقل، ها ونتشبه باليهود في زياده حرف في كتاب الله عز وجل؟ ايه ده؟ ولذلك ده حال اهل البدع يا جماعه. ولذلك نقول فعلا ونحن على يعني اعتزاز من نعمه الله عز وجل علينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فعلا. تمام؟ ولم يكن له كفوا احد. طيب خد بالك، لماذا لم يقل مثلا في غير القران ولا يكون له كفوا احد؟ ايه الفرق بين لا لم يكن ولا يكون؟ لان ولا يكون تدل على نفي الحاضر والمستقبل، انما لم يكن تزيدك شيئا، وهو نفي الايه؟ الماضي.
انت واخد بالك؟ فإذا لم يكن له قبل ذلك فلن يكون له بعد ذلك. ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله ولم يكن شيء معه، أو ولم يكن شيء قبله على روايتين، ها؟ وكان عرشه على الايه؟ على الماء. خدت بالك؟ يبقى ربنا عز وجل أحد، لم يكن له صاحبة، لم يكن له ولد، لم يكن له أقارب، لم يكن له إخوة، لم يكن له منافس، لم يكن له مكافئ، لم يكن له مثل، لم يكن له كوف، لم يكن له شبيه، لم يكن له نظير، أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي كل شيء سبحانه وتعالى. عشان كده كلمة أحد أنسب جدا من كلمة إيه؟ واحد. من كلمة واحد. مع إن برضك إيه؟ من أسمائه الواحد أيضا. خدت بال حضرتك؟ لكن لكل مقام إيه؟ مقال، يعني كل مقام له ما يناسبه من أسماء الله سبحانه وتعالى. فهنا اللي يناسب اسم الله الأحد سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب خد بالك، لم خلاص عرفناها نفي للسابق، يبقى بالتالي تشمل ما بعده كله. طيب يكن ديت مجزومة بلم، مش كده؟ ويكن ديت يعني كان محتاجة مبتدأ وإيه وخبر. فين اسمها وفين خبرها؟ اسمها أحد اللي هي آخر كلمة في الآية، وكفوا أن أو كفوا ده إيه خبرها، خلاص مقدم. طب ليه قديم؟ أول شيء عشان التأكيد على نفي المثيل والشبيه، تاني شيء مراعاة الإيه الفواصل، أحد صمد يولد أحد، تبقى كلها إيه فواصل إيه متشابهة. يبقى لماذا قدم الخبر على المبتدأ؟ لأمرين، الأمر الأول لتأكيد نفي المثلية، الأمر الثاني مراعاة الإيه الفواصل. طيب ولم يكن له كفوا أحد، طيب الجر والمجرور كان ينبغي في غير القرآن أن يقال ولم يكن أحد كفوا له، يبقى مكان الجر والمجرور إيه؟ حقه التأخير، فلماذا قدم؟ قالوا لإفادة الاختصاص، ها؟ ولم يكن له كفوا أحد. طيب كفوا الوحيد اللي بيقرأها بواو حفص فقط، هو اللي بيقرأها كفوا، خدت بالك؟ وبقية القراء كفوا، الجمهور بيقرأها كفوا بالهمزة بدل الايه بدل الواو. إلا حمزة بيسكن الايه الفاء، كفؤا، تمام. لكن من الأخطاء الشائعة أن يقرأ البعض كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسكون الايه بسكون الفاء. طبعا لا، هو حفص بيضم الفاء وجمهور القراء بيضم الفاء، واللي بيسكن الفاء بيجيب معها همزة مشوار، يعني ما ينفعش هنا الايه ما ينفعش هنا الايه سكون الفاء أبدا. نحن كلنا بنقرأ بايه حفص بحفص عن عاصم، يعني حتى شعبة بيقول كفوا، شعبة اللي هو الراوي الثاني العاصم أبو بكر بن عياش بيقول كفوا، خدت بالك؟ حفص بس اللي بيقراها كفوا بالواو، خدت بال حضرتك؟ فننتبه لهذا اللي ممكن تصدر من بعضنا، بعضنا احنا ممكن يقراها ايه كفوا كفوا، بيسكن الايه الفاء، ممكن بيستسهل او ممكن بتفوت منه وما بياخدش باله منها طيب مسألة بقى قراءة قل هو الله أحد على المقابر أو يعني على الميت مثلا، أو قراءة جماعية أو في التراويح أو الكلام ده كله، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا ليه لسبقونا إليه. ده طبعا باختصار شديد التفسير، وإلا
فتفسير قل هو الله أحد لو سنة مش هتكفيه، يعني لو سنة كاملة مش هتكفيه. العلماء أطالوا في تفسيرها جدا، من ضمن شيخ الإسلام له كتابين في تفسيرها، كتاب اسمه تفسير قل هو الله أحد، والكتاب الثاني جاء فيه التبيين لماذا أن قل هو الله أحد تعدل الثلث الايه القرآن. تمام. لكن طبعا يعني ايه هذا يعني اختصار شديد لتفسير هذه السورة الكريمة. ننتقل للعنصر الثالث وهو الدروس المستفادة نسمع من حضراتكم غير ما ذكر، يعني ما حدش يجيب لي حاجة من اللي فات. تفضل. جرب منه التليفون بس عشان تسجيل. ماشي. من الدروس المستفادة ضلال الجماعات المسمى الجماعات النسوية التي تقول بظلم الله عز وجل، لأنه قال قل هو الله أحد ولم يقل قل هي، فهذا ضلال فوق ضلاله. نعم. أيضا من الدروس المستفادة التفرد والتميز، فسورة الإخلاص سورة متميزة متفردة، من تميزها أنها السورة الوحيدة التي آخر كلمة بأول آياتها هي آخر كلمة بآخر آياتها، وقل هو الله أحد وانتهي بنفس الكلمة. لا، أنت تقصد أن آخر كلمة في أول آية وآخر كلمة في آخر آية. نعم. أيضا من ضمن التميز أن الآية رقم 2 بها كلمتين، والكلمتين اسمين كاسمان من أسماء الله الحسنى، أظنها متفردة في هذا بقصور القرآن. الله الصمد. نعم. من الدروس المستفادة أيضا تحقيق الإخلاص، والإخلاص أن تنسى رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. أيضا من الدروس المستفادة أهمية وفضل توحيد الأسماء والصفات، من أنه سبب لدخول الجنة أو أنه سبب لمحبة الرحمن سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. أيضا من الدروس المستفادة أن من أن كيف تنال محبة الرحمن باليسير من الأعمال. نعم. أيضا من الدروس المستفادة سهولة الحصول على قصر في الجنة. نعم. أيضا من الدروس المستفادة قد يكون إن صح درس إداري، لا تتعجل في الإنكار لعل له عذرا وأنت تلومه، اسمع وجهة نظر الآخر قبل أن تصدر حكمك، وهذا في قراءة من قال من قرأ قل سورة الإخلاص في بداية القراءة أو كان على قباء أو حديث عائشة. نعم. كان يختم بها. أيضا أن تقسيم التوحيد تقسيم اصطلاحي لا تقسيم شرعي، فبناء عليه من يقسمونه ثلاثة أنواع أو نوعين لا مشاحة طالما لم يبني عليه ثواب أو عقاب. ثوابا أو عقاب. ثوابا أو عقاب. نعم. نقطة أخيرة أن أحيانا ألفاظ في العامية أو متداولة ولا أصل، مثلا لم يكن له كفوا، أي كما ذكرت حضرتك عدل أو عديل. أيضا نسمع كلمة عدايل، فلان أخذ أخت هذه فهما عدايل، فهذا قد يكون له من هذا الجانب وجهة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم. يعني يعدلون، يجعلون الآلهة التي يعبدونها عدلا لله مثلا له مكافئا له. جزاكم الله خير شيخ محمد. حد عنده اضافه يا جماعه؟ والله شيخ محمد اتى على لعل ايضا ربما نلمح درسا اخر. تفضل. هو ان الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يحاج هؤلاء الكافرين، فقال قل هو الله احد، وفي ذلك تشريع لنا بالدفع عن انفسنا الجدال بالتي أحسن. لا، الدفع عن أنفسنا. إذا اتهم أحدنا بشيء جاز له أن يدافع عن نفسه، كما فعل يوسف عليه السلام فقال هي ردنا عن النفس. فالمدافعة عن النفس من أصول ديننا، لما الإنسان ما تركش نفسه مجال للقيل والقال. بهذه المناسبة يعني الأستاذ عصام ذكرنا بحاجة مهمة جدا، أن في فرق بين يلد ويتخذ ولدا، لأن نفي لم يلد يعني إيه، في آية في سورة الإسراء الحمد لله وقول الحمد لله الذي إيه لم يتخذ ولدا. ها طيب، يتخذ ولدا يعني ممكن يبقى مش ابنه، لكن يتخذه ولدا كون يقول لك لم يلد دي أخص. طب إيه اللي ممكن، إيه الدليل من القرآن على إن ممكن الإنسان يتخذ ولدا وليس ابنا له؟
سيدنا موسى، سيدنا موسى وسيدنا يوسف صح. سيدنا يوسف ايه اكرمي مثواه وعسى ان ينفعنا ايه، هو ابنهم؟ لا مش ابنهم، بس هيتخذوه ايه، هيتبنوه. وقصة موسى برضو لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او ايه او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فاتخاذ الولد غير الولد نفسه، الولد الصلب. فالله عز وجل قال لم يتخذ ولدا في آية سورة الإسراء اللي اسمها آية إيه؟ آية العزة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير، الله أكبر كبير. تمام. فهنا لم يلد يعني ليس له إيه مولود من نسله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لم يتخذ ولدا حتى لم يتبنى، لم يتبنى ولدا آخر يعني. ولذلك قل يا أيها الكافرون بتمثل لا إله، وكلمة وصورة قل هو الله أحد بتمثل إيه إلا الله. شوف قل يا الكافرون معظمها نفي، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم أعبدون ولا أنا ولا أنتم لكم دينكم ولي دين، فالنفي فيها واضح جدا. خدت بالك سورة الإخلاص لا قل هو الله إثباته الله الصمد، وبعدين في الآخر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تفسير للي فات معايا. نعم نعم. حد عنده إضافة؟ شيخ سبحان الله يعني النبيين سبحان الله اللي اتخذوا يعني ولدا كانوا جم في مصر يعني سبحان الله، المدلول المدلول سبحان الله يعني ايه يعني كانوا يعني اللي هذه ليست منها يا شفنا اللي خدوهم يعني مصريين سبحان الله يعني يعني في حكمه في هذا الامر سبحان الله يعني ولا اللي هم ايه يا شيخ يا سيدنا موسى وسيدنا عيسى سيدنا موسى وسيدنا يوسف 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 سبحان الله يعني شوف الاثنين اتاخذوا في مصر يعني فاهم. احنا مش عايزين نقول كده، احنا طبعا مصريين كويسين يعني مش وحشين مش وحشين يعني مش عيال يعني انت فاهمتك اكيد في حكمه شيخ من هذا الامر والله تعالى على العالم. هي مصر لها مكانه كبيره عند الله عز وجل سبحان الله يعني سبحان الله. هي جنه الله في ارض وارض مقدسه فعلا سبحان الله. طيب الاستفسارات الاستفسار انا اتفضل الاستفسار الاول استاذن حضرتك بس اعاده قراءه حمزه في كفوا انا ذكرت ان كفؤا كفؤا بسكون الايه الفاء بسكون الفاء وبالهمزه بدل مش واو سكون الفاء سكون الفاء ترى بالنسبه للدرس اول حاجه بس نعم الدروس المستفادة يعني أمانة نقل النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن بالكلمة يعني إن ربنا عز وجل قال له قل فقال قل نعم ده يدل على أن العبادة توقيفية صحيح والقرآن توقيفي والسنة نعم. توقيفية أيوة شيء آخر يعني الإنسان لا يستحسن شيء من قبل نفسه إن ممكن مثلا يعمل حاجة وتطلع الحاجة ديت مخالفة للسنة تدخل في البدعة وهكذا يعني لا ما ينفعش حد يستحسن من يستحسن في الشرع نعم جزاك الله خير الله يكرمك. السؤال الثاني اتفضل سمعت قولين يعني في الوقوف على قال ومادة قال قال وقالوا وما إلى ذلك، فهل الوقف عليها مستحسن أم مستقبح؟ اللي ولد أنا أتكلم على ولده لا لا أنا أقصد مادة مثلا قال الوقوف على قال يقولون قالوا الاخر القراءه الشيخ قال ايش عليه خالص لا لا انتوا حضرتك ذكرت الشيخ وقالوا اتخذ الله ولدا لا لا بمناسبه اللفظ قل فسمعته قبل ذلك مرتين من حضرتك رايين فما الراجح فيهم السؤال يا شيخ محمد يصح ان نقف عند مثلا وقالوا النفس انقطع او وقفت وقف اضطراري خلاص انت هتعمل ايه لكن وقف اضطراري لكن عندك نفس ما توقفش مش محل وقف نعم لا تدي معنى غير المعنى قالوا يعني من قيلوله
استاذنك استضح اكثر معلش. هو البعض سمعت القول سمعت هذا الراي اللي ذكرته، سمعت البعض الاخر يقول هذا معنى بعيد يعني حملته ما لا يحمل. فهل هو ايه بس يا شيخ محمد انا مش فاهم والله. ان قالوا من القيلوله فحمل. بص يا شيخ محمد هو طبعا ايه من ضمن المعاني بتاعت قال القيلوله فعلا، خدت بالك؟ قيلوا فان الشياطين لا تقيل، خدت بالك؟ فقال من القيلولة دي معنى، بس ده معنى بعيد وليس معنى قريبا، يعني المعنى المتبادر قال من القول إلا إذا اقتضى السياق أن القيلولة أن قال معنى القيلولة يعني، تمام؟ فبالتالي بتصرف إذا كان في قرينة في السياق، ما فيش قرينة يبقى الأصل أنها من القول يعني. عندي استفسار. السؤال حضرتك قلت إن أنه من الجائز أن يقرأ المرء في صلاته بسورتين مختلفتين في ركعة واحدة، نعم. فهل يجوز للمرء أن يقرأ بجزئين مختلفين من سورتين مختلفتين في ركعة واحدة؟ يعني يقرأ مثلا قليلا من سورة البقرة ثم يتبعها قليلا من سورة آل عمران في نفس ركعة؟ الأولى خلاف ذلك. هو الحديث ضعيف، حديث بلال ضعيف، إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ فيجمعات قال إيه ماذا تصنع، قال إيه خير أضم بعضه إلى بعض أو أجمع بعضه إلى بعض، هذا حديث ضعيف، فالأولى عدم ذلك والله أعلم. السؤال الثاني وده بقى موضوع شائك شوية خاصة في الصلاة، لكن في خارج الصلاة الأمر يعني أوسع من ذلك. طيب يدعي البعض القول أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، تمام؟ نفى الله عز وجل في هذا الأمر أن يكون له ولد لانتفاء السبب وهو وجود الصاحبة. طيب يرد على ذلك، أراد أن يرد أن يرد يقول إذا هذا ما نقوله في عيسى عليه السلام أنه أن أمه أتت به دون زوج فهو ابن الله. أعني أن الله عز وجل لو حاشد يعني يقول ذلك لو أن كانت لو كانت له صاحبة لكان له ولد. هو طبعا القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني ما ينفعش نحن نقتصر على هذه الآية فقط. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة دي من ضمن الردود على من يزعمون الولد لله عز وجل، تمام؟ طيب لو كانت له صاحبة، هذه الصاحبة خالقة أو مخلوقة؟ مخلوقة. طيب كيف الخالق مع المخلوق؟ ماشي. وبعدين الولد ده حيب إله ولا حيب عبد؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله إيه؟ لفسدته. وبعدين لم يلد نفى ها أن يكون جزء منه عند غيره، ولم يولد نفى أن يكون هو جزءا من غيره، يعني أنا جزء من أبي وأمي وأولادي جزء مني، فأنا مأخوذ من غيري وغيري أخذ مني. الله عز وجل أحد، ليس هو جزءا من غيره وليس له أجزاء أخذت منه في أولاده مثلا أو كده، فهو أحد بهذا المعنى. فبالتالي يعني هذا من المستحيل وهذا من النقص في حق الله عز وجل أن يكون له صاحبة، هذا نقص. وذلك عز وجل ربنا عز وجل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد وله تكون ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقبلها ربنا قال وجعلوا له شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفه. نعم الله أعلم يعني. طيب أين نحن من هذه الآيات يا جماعة؟ يعني القرارات اللي أنا هناخدها بعدما سمعت تفسير قل هو الله أحد، المواظبة على قراءتها يوميا يعني الإكثار من قراءتها بقى. يبقى أنا كده هنحط في جدولي بند من العبادات والأذكار إن الاهتمام بسورة الإخلاص والإكثار من قراءتها مطلقة يوميا وغير يوميا لما لها من فضل. يمكن الواحد مثلا عارف فضائلها وكده هوت بس مش منتبه إليها نظرا لغفلة القلب وانشغالات الحياة، فبالتالي مش منتبه لفضائلها كما كان يعني 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 هو انتبه إليها الآن أكثر من إيه من ذي قبل يعني. فبالتالي هيتحط في الجدول إن إحنا هنهتم بالسورة ديت وهيبقى قرار جديد في حياتنا ان احنا نكثر من قراءة هذه السورة. ده كلام جميل. ايه تاني؟
الدعاء برضو ان احنا نختم بالدعاء ان ينفع على الصحابي فعلا. اللهم اني اسالك باني اشهد انه لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد. يبقى ده مقدمه للدعاء. يبقى ادب الدعاء الثناء على الله قبل الدعاء. يبقى ده قرار جديد ان انا ههتم بالايه بالاكثار من الثناء على الله عز وجل خاصه بهذا الاثر الوارد. ها وبالتالي مش هدعي على طول كده, هيبقى فيه مقدمه للدعاء اللي هي الثناء على الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم, وبعد كده ايه اطلب من ربنا سبحانه وتعالى, واختم برضك بالثناء على الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. جميل ممتاز. المقاطعه ايه المقاطعه, ننطلق منها لمقاطعه هؤلاء المحتفلين في تلك الايام التاليه بميلاد ابن الرب. طبعا يعني صح, مقاطعه هؤلاء وهجرانهم لانهم يحتفلون بعيد كفري وليس من اعياد المسلمين. وتوعية المسلمين برضه, ما المسلمين احيانا بيحتفلوا كذلك. التوعيه ممتاز, توعيه المسلمين بعقيدتهم. نعم تفضل. فضل الله علينا ان جعلنا مسلمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. نعم تفضل يا مولانا. ايضا الاهتمام بتفسير الصور, قصار الصور, كلمة الصمد يجهل كثير من المسلمين معناها. صحيح, الاهتمام بقصار الصور وتفسيرها. نعم التفسير شفنا سؤال, بس انا عندي قناه على اليوتيوب بس معطله شويه, عاوز اعمل انا بعرف امثل يعني, عامل سكتشات حلوه بعرف امثل. طب ما نخلوها بعد ما نخلص التسجيل. بنتكلم في الموضوع ده بعد التسجيل بس عشان احنا بنسجل كده ودي هتطلع في التسجيل, واخد بالك, نتناقشوا فيها بعد التسجيل. الحرص مولانا على تعلم ودراسة الأسماء والصفات لأن معرفتها يكون فيها قرب لله عز وجل ومعرفة الله عز وجل. ممتاز ممتاز. يبقى الاهتمام بتوحيد الأسماء والصفات وحب الله عز وجل في الأسماء والصفات وهذه يبقى احنا كده هندوق طعم جديد لتوحيد الأسماء والصفات يا جماعة, اللي هو التأثر بأسماء الله وصفاته. ولذلك يا جماعة مسألة دراسة معاني الأسماء والصفات مهم جدا, بالذات الكتب اللي بتتكلم عن اسماء الله الحسنى وصفاته وكده, هوت مهم جدا ان احنا ندرسها يعني, وفي كتب كتيره بالمعنى ده. نعم. جاز لغه القران انه في كلمتين رد على ثلاث طوائف. ما شاء الله. تمام فعلا, جاز القران في انه في كلمتين رد على المشركين وعلى اليهود والنصارى, لم يلد بس دي ردت على كله, ولم يلد زياده اجابه. نعم. طيب في قرار جديد محتاجين له اللي هو التوسع في قراءة تفسير السورة الكريمة. نحن نقرأ مثلا كتابين بتوع شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيرها, ان احنا نحاول نستفيد بقى نستزيد من الايه من القراءات في تفسيرها, بالذات ان احنا النت موجود والمكتبة الشاملة موجودة واي حاجة بتبحث على جوجل بتجيلك, فبالتالي يبقى عاوزين نتوسع في تفسير هذه الايه السورة, ما نكتفيش بالايه بالدرس ده يعني. نعم. طيب أكثر آية تأثرت بها في السورة الكريمة؟ السورة كلها. السورة كلها. الله الصمد. الله الصمد. ولماذا؟ لتظهر عجزنا الله عز وجل. قرنا إليه. نعم. جزاك الله خير. ها؟ أستاذ عصام أكثر آية تأثرت بها؟ لم يلد. ممتاز. من دنس اي حد يدعي الله عز وجل ولدا مقشقشه. تمام ان شاء الله. ها يلا الجنب اللي هنا ده يجيب لنا اي حاجه. الله احد ليس له اسم, لان احد ينفرد باحد الا الله. تمام, ان قل هو الله احد. حتى كان بلال كان يتشبث بها احد احد. احسنت ممتاز الله يفتح عليك. تمام. ها الانسان اجتماعي بطبعه. الايه اللي تاثرت بها ولماذا؟ ولم يكن له كفوا احد. الله عز وجل لا يحتاج الى احد, وبالتالي بمفهوم المخالفه فالانسان يحتاج الى غيره. نعم. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا ويرفعنا بالقران العظيم. اللهم امين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.